اللي اتضربت دي اتضربت على عودة مامي اللي ضربوا النار بيتمطعوا، ناقص يرقصوا على جثتي. فين امن البيت ده؟ فين؟ البيت بقى شربه. من دلوقتي يا ماهر انت المسؤول عن امن البيت ده. غير الحرس كله، ما عاوزش اشوف حد منهم تاني. لو ما فقتش من الافيون ده يا حكم هكيفك من غير افيون، وانت عارف هكيفك كيف. مش هتيلا بقى يا كين؟ عملها رهيبة وأنا فاك منها، بس ورحمة عينيا ما هسيبه. عملتيها تاني هقطع عليك رجلك. فارس فين؟ ما انت محرج عليه يجي هنا. الجزمة بس ده ممكن ننقله. انت فين؟ بدور عليك من الصبح. مالك يا خالد؟ انت عيان ولا ايه؟ لا بقالك يومين مش سايبني في حالي. خير ان شاء الله. وحشتيني يا خلود. ما تيجي نخش نتكلم جوه. مالك كده عمال تتلزق فيا؟ نميت يا خلود. وانت من امتى بتسأل يا خلود؟ عاوزين نخول بيت، ايه رايك؟ بنتك لسه ما كملتش سنتين. ما هو كويس تمام، بيقولوا للعيال الصغيرين لما بيبقوا متصاحبين، لما بيبقوا قريبين من بعض في السن بيتصاحبوا. الكلام ده مش كلامك. بقول لك ايه؟ الكلام ده كلام مرات عمي. يا دي كلام مرات عمي. هتفضلوا شايلينها في دماغكم لغايه امتى؟ ها؟ هتفضلوا واقفين عند عربيه الكبده لغايه امتى؟ السلام عليكم رجاله. سلام ورحمة الله وبركاته. جبتوا اللي احنا اتفقنا عليه؟ كله تمام. يعني خلاص جلبت عليه؟ كفاية علي اولغك كده. يلا بينا. ماشي يلا بينا. فلوس والعبود يا عم. شكرا يا ماهر. تفضل الشاي يابا. تعبينك معانا. يوه اللي احنا قاعدين، يعني عملت ايه؟ فيك البركه. الله يبارك فيك. لو كنت حصلتني وانا في توه كنت خدمتك صح. احنا مش هنزعجك، معانا الفلوس والعقود. انا عارف من زمان البيت ده مرزق. يا سلام، يا ما كان نفسي ان مراتي تكون عايشه دلوقتي وتشوف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا لا. انا اول واحد اقول للحته دي كلها ان الارض اللي تحتيكم دي احسن منكم.
أنا عارف إن فيها آثار. لا ما تخافش، كلمة عمك رمضان الأسمر ما تنزلش الأرض أبداً. هات العقود يا أخوي. مبروك. الله يبارك فيك. يا أبوي بسم الله. رايح فين؟ عايزني في حاجة؟ قصدي الشنطة اللي معاك دي فيها 3 مليون جنيه، هتعمل بيها ايه؟ قال يا وارث مين اللي ورثك؟ اللي ملوش وريث هيعمل ايه يا ولده؟ الفلوس ملهاش عازل. والبعت الأرض ليه يا عم رمضان؟ عشان انظف الوساخة اللي علي. انا بقال 40 سنة وانا قاعد وشايل الطين على راسي، نفسي قبله وانا نظيف. انا مكسوف من ربنا قوي يا استاذ، اعطاني القوة الجامدة. كنت اجر عربية بيد واحدة، كنت اضرب حارة لوحدي، بس افتريت وترزلت وما كان حد يعدي الا اما انا اقول له. لا ست ولا راجل، ياما في ناس اتأذت بسببي وتوجعت اهلها بسببي. انت لو عصرتني هنقط خطايا. والفلوس دي هتغسلك ولا هتعمل لك ايه؟ ما اللي راح راح. ما انا لو ليا اهل ولا ولد ولا بنت كنت قلت هيدعوا لي لما اموت. لكن اتجوزت بعد سن 60 وهي مرتي راحت وسابتني. الفلوس دي لازم تروح للي يستحقها. يمكن تنظف ذنوبي شويه. انا هسلمها للمستشفى عشان تجيب جهازين غسيل الكلى عشان تخدم الحي كلاته. يمكن ربنا يقبل مني. واللي ظلمهم زمان قادر ان هو يساعدهم دلوقتي. وبعد ما تودي الفلوس المستشفى هتنام فين يا عم رمضان؟ انام فين؟ الله يا الله. بيشتغل في المستشفى بتاعتك سرق مني 30,000 جنيه، ودي فلوسي انا وبنتي. يعني نروح فين ولا هنيجي منين؟ وعدني انه هيعيني في المستشفى ما عينيش. والله العظيم انا لا حراميه ولا بشهد، انا مش عايزه اي حاجه غير بس ان انا اتعين.